الاخبار عاملين ايه؟ النهارده هنجرب Forgotten Memories Definitive Edition او الذكريات المنسيه. عشان ما اطولش عليكم يلا نبدا الفيديو. مش عارف هبدا بايه، انا من رايي نبدا بايزي ولو لقينا الموضوع سهل نجرب نورمال بعد كده. وطبعا المعروف ان احنا ما بنتفرجش على الكاتسين، فهنعمل سكيب يعني ملهاش لازمه. طب احنا عايزين اي حاجة زي ميد كيت او اي حاجة اللعبة معلقة ولا هي كده؟ اه طيب هي كده. لا خلاص، في اصوات غريبة بتحصل which is not nice. وانت اوعى تتحرك من مكان، في حاجة كانت هنا. طيب ماني كان عادي قاعد وشه مليان دم عادي جدا. مش فاهم اي حاجة. فين الميكت اللي احنا عايزينه ده بقى؟ لا ده خشب عادي. الميكت جوه. You can interact. عمالين نعمل interaction من الصبح. اوعى تتحرك من مكانك. ماشي، فين الشنطة؟ اه طيب ماشي، حلو اوي كده خلاص. بس انت اوعى تتحرك من مكانك، في حاجة هنا. هنفتح الباب ونتحرك. ايه ده؟ في ايه؟ في حاجات غريبة بتحصل. انا الحمد لله. لا بقول لك يا نوح، ايوه اقفل خالص، انا مش عايز اعرف. عايز ايه؟ احنا نمشي كده واحدة واحدة وبالراحة. انا مش ضامن اي مانيكان من الحاجات دي. هو ايه جمع مانيكان اصلا؟ الحاجات دي بتنور ليه؟ مش الحاجات اللي بتنور المفروض نبقى عايزينها ولا مش مهم؟ مهمة الكتب دي ولا مش مهمة؟ شكلها مش مهمة. ايوه ايه، تتحركي من مكانك. مين ال في حد بيتكلم هنا؟ قول له time frozen at new york. طيب هما بيقولوا ان الوقت اتجمد، الوقت اتجمد بقاله 10 سنين. يعني الحاجات دي مانيكان ولا مش مانيكان ولا ايه الوضع؟ world books هو كتب قديمة على علم معين. ايه هو العلم؟ معرفش. parapsychology ما سمعتش عنه قبل كده. في واحد فيهم مفتوح. قلنا في ورقة. اه هو ده علم جديد يعني. ماشي ما علينا. هو الفكرة ان الوقت اتجمد وانا مش عارف اخرج من المكان ده. هو ده الراديو اللي بيتكلم؟ الكمبيوتر ده ممكن يشتغل؟ لا. طب هو مين اللي بيتكلم؟ في حد بيتكلم هنا؟ بدور على اي حاجة ممكن. ده في باب هنا. يا نهار ابيض، مفيش غير اللي قدامي ده. قول له انا هفضل اجري وخلاص. تمام. الست الغريبة اللي ورا دي عايزانا نحرر صاحبتها القديمة من الباب ده. ثواني، في كارد بتاعها المفروض نجيبه. فين الكارد ده؟ الكارد فين؟ فين الكارد؟
لا 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 لا، اقفلي اقفلي، هاتي الكارت. فين الكارت؟ طيب لا خلاص، انا سمعت الكلام ده كله. فين الكارت بقى؟ الكارت هنا. اوبا، ايه اللي انا قلته؟ الكارت اهو. ماشي، انا خلاص بقى معانا الكارت، ممكن نعدي. وعدينا من الباب اخيرا. سيد ما فيهاش لغة بالعربي، مش مهم، هو احنا بنفهم القصة يعني، مش لازم كل ده. الرعب ده هي كانت نايمة وهي مفتحة. أنا بقالي ربع ساعة بسجل ومفيش حاجة مفيدة حصلت هنا. أيوة، في دراج هنا. طيب سامع أصوات؟ هو طبيعي أسمع أصوات في لعبة زي دي. قول لأ. ده بقى معايا أسلحة كمان. طب هو أنا بضرب ازاي؟ في ضرب which is not nice at all. يلا نمشي من هنا. اوه، في عيادة هنا. هي مش دي النيرس؟ الصوت بيعلى. في حاجة بتحصل ورايا. اها، في حاجات غريبة بتحصل. معلومات مفيدة طبعا. دي كانت عايزة رشوة دي. Who killed me in Manhattan. طيب تمام، ثواني. هي كاتبة في ايدي اليمين السلاح وفي ايدي الشمال الدليل. ده معناه ايه؟ مفيش حاجة. الصوت عالي اوي. مفيش حاجة في ايديها اصلا. هو كده وايزي. امال لو هارد هيحصل ايه؟ مش فاهم حاجة. انا من رأيي ان انا اتحرك واشوف الحاجة، تكملة الحاجة برا. الكمبيوتر ده شغال. غريب ان الكمبيوتر يفضل شغال. اوهو، ده سيف جيم. لا تعالى سيف. طيب تمام، سيفت. لا خلاص، لا خلاص خلاص. طيب الباب ده مقفول، وطالما في هنا سيف يبقى التكملة هنا. الواحد يتحرك. اها، بسم الله ما شاء الله. ماشي، الباب اللي ورا ده معلق. النور الأحمر ده. طيب عندنا قدام وعندنا يمين. نشوف يمين عشان يمين أصغر شوية. مبحبش أنا الأماكن المفتوحة. بتهيألي الفكرة مش حلوة قوي ان احنا محتاجين مفتاح. هي مش فكرة كويسة ان احنا نركب اسانسير في مكان زي ده، بس ماشي. جنبنا باب، نشوف لو شغال. طيب الباب معلق ده كمان. عندنا شمال. طيب دي حقنة ادرينالين، ناخدها ونشوف الباب ده لو شغال. للأسف شغال. المفروض أعمل حاجة هنا. أنا مش عايز أتوقع الريحة أصلا. أوهو، في مفتاح.
بس ما اظنش ان ده المفتاح اللي احنا عايزين نستعمله. ما اظنش ان الموضوع ده ظريف. لا 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 لا، خرب بيتك. طيب تمام، في واحدة فيهم عايشة، مش عارفين هما كام واحد. نخش على الناحية دي، نخش على الناحية، اخش على هنا، لو ما لقيتش حاجة هرجع على الاسانسير. اوبا، كام واحد كام واحد كام واحد؟ هو كويس ان الضربة بتاخد كذا واحد. اوعى يكون في حد جايلي من ورايا، عشان اقسم بالله هتخض خضة. طيب اي حد تنوي يقوم؟ لا 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 لا، هو احنا نعرف من الموسيقى ان في حد بيتحرك ولا لا؟ المشكلة ان انا اتخضيت بس مش قوي، عملت صوت غريب. هو ثواني، هو الباب ده كان ماله؟ طب ما نشيل التشين، ايه المحن ده؟ يلا نكمل نكمل. عارفة لو اتحركتي في باب بالراحة كده، هنخش الباب ده ونشوف ايه اللي فيه. طب نسيف تاني. ايه 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 ايه؟ طب انا عامل ايه دلوقتي؟ انا المفروض اعمل ايه انا دلوقتي؟ ما انا مش فاهم حاجة من اللعبة دي. اي 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 اي، بص هو بضربتين بياخدني واحدة هيد شوت، خلاص ريحت. بص هو طول ما احنا كده بعيد، هو دي معناها ايه؟ ثواني بحاول اقرا كده. طيب هو لا، هو انا اللي وري، فسيبك منها دلوقتي. تمام، احنا سيبنا من البنت دي خلاص، مش مهم فاهمني، هي مستمتعة بترسم وفاهمني، مش محتاجين نطلعها يعني. طول ما هي مستمتعة احنا نسيبها في حالها، احنا منستكشف في الاطفال في الاماكن زي دي، ونفتح باب تاني يعني. طيب احنا عايزين نجيب هو ايه؟ ولا خرب بيتك خرب بيتك. هو ايه اللي طلع لي في كل حتة؟ طب ايه ايه؟ ولا 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 ولا، انا متهيألي كفاية كده، عشان انا خلاص تعبت نفسيا. تمام، انا متهيألي نكمل في وقت تاني، عشان مش عارف اعمل ايه مع الوحش ده، فحاول اجرب كذا مرة كده لغاية ما اعرف اهرب منه ازاي. فبس كده، هربكم على الفيديو، لو عجب الفيديو متنسوش تعمل لايك وسبسكرايب. مع السلامة.